أذكركم بموضوعنا الرئيسي مشاهدينا لهذه الحلقة، وهو إعلان إطلاق المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة برنامج الطاقة المتجددة، مستثمرة فيه ما يتراوح بين 30 وحتى 50 مليار دولار بحلول عام 2023، وعلى أن ينتج 10 جيجا وات من الكهرباء كمرحلة أولى. ويعد هذا المشروع جزءا محوريا من رؤية 2030 الهادفة إلى النهوض باقتصاد المملكة من خلال تنويع مصادر الطاقة غير النفطية واستغلالها، خاصة وأنه من المتوقع بحسب آخر الدراسات أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية 3 أضعاف بحلول 2030. يضم لنا من الرياض المهندس عبد الرحمن بن صالح الشريدة، خبير اقتصادي في شؤون الطاقة. صباح الخير. صباح النور. في البداية مهندس عبد الرحمن، العالم بأكمله يعني راح يرفع حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة ليصل تقريبا إلى 900 مليار دولار بحلول 2030، لماذا هذا التوجه برأيك؟ صحيح أخي الكريم، التوجه هذا ينم عن محورين رئيسيين نقدر نقول أنه فيها مبادرة المناخ، تغير المناخ العالمي التي وقعت السنة الماضية في باريس، والمحور الثاني اللي هو خفض استخدام أو استنزاف الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية. طيب يعتبر يعني هذا شيء أساسي في الموضوع. طيب أستاذ عبد الرحمن، حدثنا أكثر عن إمكانيات الطاقة المتجددة اللي تمتلكها السعودية، يعني بالذات مثل الطاقة الشمسية أو قوة الرياح. بالنسبة للسعودية يعني تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال بحكم تميزها في موقعها الجغرافي ونسبة الإشعاع الشمسي الذي يغطي مناطقها الشاسعة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب، فهي جدا مناسبة لاحتواء مثل تلك المشاريع الطاقة الشمسية بنوعيها الحرارية والكهروضوئية، أيضا طاقة الرياح، فهي تعتبر من الطاقات المهمة، الطاقات المتجددة المهمة في عالمنا الجديد. وأعتقد أن السعودية في خطتها التي أعلنت الأسبوع الحالي هذا من وزير الطاقة المهندس خالد الفالح الذي أعلنها في أبوظبي في أسبوع الاستدامة، أعتقد أنهم سوف يركزون حاليا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبذلك أعتقد أنه سيكون استثمار حيوي مهم ويقودنا إلى رؤية 2030. نعم مهندس عبد الرحمن، لو تكلمنا يعني هذا الاستثمار كيف راح ينعكس على الاقتصاد ككل؟ الاقتصاد ككل راح يكون استقطاب للاستثمارات هذه، إما تكون داخلية أو تكون من الخارج على مستوى عالمي، وهذا من شأنه أيضا أن يخلق فرص كبيرة وظيفية للشباب السعودي بجنسي الشباب والفتيات، راح يكون هناك تنوع في استخدام الطاقة، هذا أيضا يعتبر تنوع في الاستثمارات، تنوع في الاقتصاد كما أشارت إليه الرؤية 2030. طيب أستاذنا، تتوقع أنه ممكن نصل يوم من الأيام أنه نصدر الطاقة الشمسية، كون المملكة تمتاز بواحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد أختي. الآن المرحلة الأولية ستتخلق من العام الحالي 2016-2017 إلى 2023 كمرحلة أولية لإنتاج 10 جيجا وات، بعدها ستليها مراحل أخرى، وليست مقتصرة أيضا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الطاقة المتجددة تعتبر أنه يوجد فيها أنواع أخرى مثل الطاقة الحرارية الجوفية الأرضية، في لدينا خيار أيضا الطاقة عن طريق النفايات، فكلها حلول يمكن اللجوء إليها.
حلو. جميل. طيب سيد عبد الرحمن، الآن بما أنه العالم يعني أجمع يتجه نحو الاستثمار في الطاقة، المنافسة، منافسة المملكة مستقبلا كيف تشوفها؟ كيف موقع المملكة تنافسيا؟ مثل ما قلت أخي الكريم، المملكة العربية السعودية موقعها الجغرافي جدا مميز، بكل تأكيد سيسهل هذا من عملية تصدير الطاقة مستقبلا للدول المجاورة كدول الخليج، كدول شمال السعودية، كدول أفريقيا. نعم. وهذا حاليا جاري العمل عليه. نعم. لربط المملكة العربية السعودية مع دول شمال أفريقيا. نعم سيد عبد الرحمن، يعني هذا لو تكلمنا عن تصدير المملكة مستقبلا للطاقة، مردود هذا التصدير مقارنة بمردود البترول، كيف النسبة والتناسب أو نسبته راح تكون؟ في اعتقادي أن موضوع تصدير الطاقة يختلف كليا عن تصدير البترول. هما لا يتقاطعان، هما يتساويان جميعا. نحن نصدر البترول وسنظل نصدر البترول، وما سنحافظ عليه داخليا من استهلاك البترول والغاز سيصدر إلى الدول الأخرى. أيضا بإمكاننا تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول المجاورة. طيب كيف يمكن للحكومة برأيك توعية المواطن بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتوعيته طبعا فيما يتعلق بأهمية الطاقة المتجددة؟ هذا سيكون دور الجهة الرقابية والجهة المنظمة، يجب أن يوعوا المواطن أو الفرد بترشيد استخدام الأجهزة المرشدة للكهرباء، المحافظة على توفير الطاقة. أيضا بإمكان الفرد مشاركة المنتج للطاقة بإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق المنزل. نعم. وهذا أعتقد أنه سيتم العمل عليه في المرحلة القادمة بالنسبة للقطاع السكني. نعم. وأنا أشيد بهذه الخطوة. جميل. المهندس عبد الرحمن بن صالح شريدة، خبير اقتصادي في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية، ونتمنى لك يوم سعيد يا رب. شكرا. حقيقة يعني الاستثمار في الطاقة خطوة جدا مهمة، ونتمنى نشر التوفيق للمملكة وكل الدول العربية اللي تتجه هذا الاتجاه. الآن احنا قاعد نلاحظ كثير من الشوارع، مثلا على سبيل المثال في دبي، الإنارة اللي في الشوارع على الطاقة الشمسية. صح. حتى حق الباركينج، البارك ميتر او اللي تدفع فيه الفلوس او اللي يحسب لك، حتى الكاميرات اللي تصورك. ف يعني في توجه جدا كبير، ويمكن نشوف مستقبلا انه كل بيت طاقته او يعني كهرباء وتسخين المياه ان شاء الله يعني ذاتيه راح تكون. ان شاء الله. اتمنى والله ذلك. أيه. اتمنى جد.